شاعرنا ينير دربنا مع الأستاذ الشاعر الأستاذ عبد العزيز الحرس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبارك لكم جميعا أيها الأحبة هذا التخرج الوشيك الذي أزف بالطموح والتطلع، الطموح والتطلع إلى عالم آخر، إلى عالم جديد، إلى عالم سوف تقتحمه ولكن بجناحي العلم والمعرفة. أنت بالعلم والمعرفة تكون سلطان، هذه السلطة تبقى مدى الزمن، والخلود دائما يكون للعلماء، العلماء بشتى أنواعهم، العلم مثلا في المواد العلمية أو المواد الدينية أو غيرها. وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. هي مقطوعة قصيرة جدا: اغرف اغرف بقلبك علما فيه تزدان، فأنت بالعلم في دنياك سلطان. اغرف بعلم اغرف بقلبك علما فيه تزدان، فأنت بالعلم في دنياك سلطان. واشرع فؤادك حيث الدرس متجه، فالعلم خلد أقواما له دان. ورحلة المهد حتى اللحد تقطعها على براق له الأفكار جنحان. لا مال لا جاه لا أنساب تخلدنا، لا مال لا جاه لا أنساب تخلدنا، كفاك موتا عليك الجهل أكفان. ما مات من برداء الفكر متشح، ووحده من مشى بالعلم إنسان. هذه حياتك، هذه حياتك بيت أنت تصنعه، له استطالت بطوب العلم جدران. اقرأ تعلم ولا تسأم مذاكرة، فما الملول له في الناس ميزان. فأنت تكبر بالأفكار تزرعها كنبتة ولها في الدهر أغصان. واطمح إذا ما ركبت البحر في سفن بأن يقال بحق أنت ربان. لا تثنك الريح، قلها إنني جبل وفوق رأسي نور العلم تيجان، وفوق رأسي نور العلم تيجان. وبارك الله لكم.